وأصل الدولي الجزائري رئيس مبولحية الحصول على الإشادة من طرف جميع المختصين الكروين في السعودية بعد عروضه المميزة مع الاتفاق. وأكد الدولي السعودي السابق صالح خليفة بأن الرئيس كان كلمة السر بالنسبة للاتفاق خلال الشطر الثاني من الموسم المنقضي. وقال بفضل تدخلاته الحاسمة مبولحية سمح للاتفاق بتفادي الهزيمة لأسابيع طويلة، وهو سمح للفريق بتحقيق المفاجأة وتفادي السقوط للقسم الأدنى. يشار بأن الحارس المتألق قام بالتمديد عقده مع الكومندوز إلى غاية سنة 2021 وتحصل على زيادة نوعية في راتبه الشهري.